والهجوم اللي حصل يعني متردي على المنتقدين ايه؟ انا ما شفتش هجوم، ما اعرفش في هجوم. لا انا الاراء اللي جات لي كلها ان الناس مبسوطه جدا بالحلقه، الناس فرحانه قوي بالحلقه، الحلقه اتشافت كويس قوي. احنا اتكلمنا في يعني ما جبناش سيره حد وما قربناش من حد، ما عملناش حاجه زي البرامج التانيه اللي بتجيب توقع الناس في بعضها ولا اي حاجه. احنا لم نذكر اي حاجه غير ان احنا اتكلمنا عن فنانه وعن مشوارها وعن مسلسلها الجديد، وده اللي انا بعمله دايما. انا مش برامجي البرامج السبايسي والسخنه. وانت شفتي الحلقه وعجبتك صح؟ وعجبتك كل اللي موجودين عجبتهم الحلقه. اه وده يهمني ان الـ ان الـ ان البرنامج عجب الناس وتشاف، وكميه الاعلانات اللي نزلت عليه بتدل على ان الحلقه الناس كلها شافتها وحبتها. على فكره ريهام محبوبه جدا ولطيفه.